عندنا خبرين كمان، عندنا خبر من ريال مدريد. ريال مدريد بيجهز 174 مليون استرليني. ده ليه؟ ده الشرط الجزائي اللي في التعاقد ما بين ايرلينج هالاند الديناصور مانشستر سيتي، النجم الكبير جدا اللي بيحرز اهداف من كل مكان في منطقة الجزاء وخارج منطقة الجزاء. ايرلينج هالاند عنده شرط جزائي في العقد بتاعه 174 مليون جنيه استرليني. ريال مدريد عايز ايرلينج هالاند، فبيجهز المبلغ ده وهيستغل الشرط الجزائي اللي متواجد في التعاقد ما بين مانشستر سيتي واللاعب ايرلينج هالاند عشان يحوز على خدمات اللاعب النرويجي الداهية النرويجية، هو احسن مهاجم دلوقتي في العالم، فممكن تبقى صفقة قوية جدا جدا لو وافق ايرلينج هالاند على الانضمام لريال مدريد. من ريال مدريد نروح لميسي. ميسي بيحتفل مع جماهير نادي انتر ميامي الامريكي بتتويجه بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه. ده كان خلال الحفل اللي اقيم في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت قبل المواجهة الودية مع فريق نيويورك سيتي، وقدم النجم الأرجنتيني ميسي جائزة الكرة الذهبية أمام حضور جماهيري كبير في ملعب نادي انتر ميامي الأمريكي قبل هذه المواجهة، مواجهة نيويورك سيتي واللي حسمها نيويورك سيتي بهدفين مقابل هدف. أرقام ميسي لا تنتهي، والكرة الذهبية المرة الثامنة، أكتر لاعب أحرز الكرة الذهبية هو ميسي سيد اللعبة.